أهلا بكم. لم تسر العملية السياسية في العراق في الطريق الصحيح منذ اليوم الأول لإنشائها في العام 2003، إذ كانت الكتل والأحزاب السياسية على اختلاف عناوينها ومضامينها الدينية والقومية عامل تصدع وتهشيم لهذه العملية محل شراكتهم، فكانت أحزاب الطوائف وقوميات ومناطق أكثر منها أحزاب وطنية واسعة التمثيل لمختلف مكونات الشعب العراقي، هذا فضلا عن خطابها السياسي والديني الذي اتسم بالفوضوية في إدارة الدولة العراقية. وكان الصراع والتنافس على أدوات السلطة وامتيازاتها هو الاتجاه البارز عند شركاء العملية السياسية، فمزق نتيجة هذا الصراع التعايش المجتمعي في العراق، الأمر الذي ساهم في خلق هويات طائفية ومذهبية وعرقية ومناطقية على حساب الهوية الوطنية العراقية الجامعة. تفاقم الصراع بين شركاء العملية السياسية وتنوعه وتعدده وارتداداته على الدولة والمجتمع هو ما سنبحثه الليلة في هذه الحلقة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل أن ما يجري في العراق حاليا هو صراع سياسي طبيعي كالذي يجري في النظم الديمقراطية الحقة؟ وما الذي استفاده العراق الجديد وشعبه من هذا الصراع بين أقطاب العملية السياسية المستمر منذ 15 عاما؟ وهل هذا الصراع المتصاعد بين الشركاء السياسيين مرتبط بحالة الاستقطاب الإقليمي والدولي السائدة في العراق الجديد؟ وكيف ترك هذا الصراع الحزبي والشخصي لأقطاب العملية السياسية آثاره على الدولة والمجتمع والهوية الوطنية العراقية الجامعة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد الحكيم خسرو. شهد العراق بعد الغزو الأمريكي له في عام 2003 تعددية حزبية شكلية، لكنها تعددية مختلفة في الاتجاهات، لأن هذه القوى والأحزاب مختلفة أو متضاربة الأيديولوجية. كانت هذه الأحزاب تتخذ موقف المعارضة للنظام السابق، وبعد احتلال العراق دخلت العملية السياسية عبر مجلس الحكم الانتقالي الذي تم تشكيله أمريكيا على أساس طائفي وإثني، أسس إلى انعدام الثقة والشك والخوف من الآخر فيما بين هذه الطبقة السياسية. استمرت العلاقة بين هذه القوى منذ تأسيس مجلس الحكم، وإلى الوقت الحاضر تبنى هذه العلاقة على أساس المصالح الحزبية الضيقة بعيدا عن أي مصلحة عراقية وطنية حقيقية. وبالتالي كان المعيار الأساسي لتعامل هذه القوى السياسية تجاه بعضها البعض هو المصلحة الحزبية فقط. بدأت العلاقة تختلف وتتأثر حتى داخل الحزب أو التحالف الواحد جراء انعدام التوافق وانعدام الرؤية المشتركة لبناء الدولة وإدارة البلاد وشكل النظام السياسي الجديد. انتقل هذا الصراع في المرحلة الأخيرة ليكون أكثر حدة داخل هذه التحالفات القومية الطائفية نفسها. تفاقمت كثيرا مسألة انعدام الثقة بين الكتل السياسية في فترة حكومتي المالكي، وبدأ يأخذ منحا خطيرا انتهى بدخول تنظيم الدولة داعش وسيطرته على مساحات كبيرة من العراق. وهكذا كانت السمة الغالبة للعلاقة ما بين أحزاب السلطة في العراق هي علاقة صراع واحتراب، بدل أن تكون علاقة تنافس في ظل ما يفترض أنه نظام ديمقراطي. وذلك لأن شركاء العملية السياسية هم أحزاب متعددة تجمعها فقط المصالح الحزبية والشخصية، كان لأي مصلحة وطنية في تفكيرها أو في منهجها السياسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في تفاقم الصراع بين شركاء العملية السياسية وتعدده وتوسع هذا الصراع خلال 15 سنة الماضية. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر سكايب من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الحكيم خسرو. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله.
لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاح. دكتور، الصراع مرير ومتفاقم ومتنامي، تصاعد بشكل بياني متصاعد منذ 2003 وحتى هذه اللحظة. هذا الصراع هل كان جزء من تصميم هذا المشروع العملية السياسية بالأساس، جزء منه، أم أنه ظهر كنتيجة عرضية لجملة من التحديات واجهت هذا المشروع، واجهت العملية السياسية، التحديات والصعوبات في الداخل والخارج لهذه التجربة الديمقراطية بين قوسين الوليدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني أحييك وأحيي الضيوف الكرام، دكتور عبد الحميد، دكتور كسرو. الحقيقة في كل دول العالم، كل الدول الديمقراطية، هناك لا يمكن تسمية ما يحدث بين الأحزاب والقوى السياسية نسميه صراعا، نسميه تنافسا. هناك برامج تطرح ويتنافسون في عرض أفضل البرامج لصالح المواطن، صالح بلادهم. في قضية العراق من البداية كان بناء العملية السياسية بناء خاطئا. هناك أخطاء بنيوية في داخل هذه العملية السياسية، بنيت على أساس مكونات، بنيت على أساس محاصصات، فبالتالي كان هناك مساحات معينة لكل حصة، لكل مكون إثني، مكون مذهبي، حصص معينة وزعت لهم من تأسيس مجلس الحكم كما أشار تقرير اللي عرضته حضرتكم في بداية البرنامج. من تأسيس مجلس الحكم كان واضح أن هناك بهذا الشكل، وهذا ما أعلن، وبنيت هذه العملية السياسية على أساس هذه المحاصصات الإثنية والطائفية المذهبية. فبالتالي كل هذه القوى من البداية كان هناك قد زرع في داخلها فيروس الصراع من أجل توسيع هذه، أما للحفاظ على هذه المكاسب التي أعطيت لها أو لاستحوذت عليها أو لاعتقدت أنها من حقها، أو صراع من أجل توسيع هذه المكتسبات، توسيع مساحة تأثيرها. فلذلك كانت تدفع ببعضها بشكل قوي جدا لإزاحة هذا الجزء أو إزاحة ذاك الجزء للسيطرة أكثر والامتداد أكثر. هل كان بنفس الحدة منذ البداية أم أنه تصاعد؟ بالتأكيد تصاعد. بداية كانت التصفيات الحزبية تستقصد مكونات معينة، تستقصد جماعات معينة داخل المجتمع. كان هناك ترتيب، كان هناك إعادة ترتيب للمجتمع، المجتمع الذي تتحرك فيه هذه العملية السياسية. لذلك كان من البداية كنا نشهد تصفيات غريبة عجيبة، قتل لكفاءات، لقدرات، لأشخاص، اتهامات كثيرة وعديدة بغض النظر، يعني لا أريد أن نسوقها الآن لأن معروفة ومكررة ومعروفة. وصلنا للحد الذي يعني اعتقدت هذه الأحزاب أو هذه القوى، وهي غالبيتها لم تكن كلها، لديها ميليشيات، لديها قوى أو جناح عسكري. إذا كان يعتقدون الغالبية منهم يعتقدون أن هناك جناح عسكري، يتكلمون عن جناح عسكري وجناح سياسي، مكتب سياسي، هذا غير حقيقي. هي كلها أجنحة عسكرية كانت تتصارع، ليس هناك جناح عسكري وجناح سياسي. كانوا يتصارعون بالسلاح، السلاح والقدرة على الاستيلاء والقدرة على تقديم ما هو في نظر الآخرين، في نظر الرعاة، أنهم الأقوى، أنهم القادرين على الاستحواذ أكثر. وتحدثوا عن نسب أقليات وأكثريات، هكذا كان، والكل كان يعتقد. أنا أتكلم عن أطراف العملية السياسية. نعم. أطراف العملية السياسية الرئيسيين كانوا يعتقدون، كل طرف يعتقد أنه هو حصل مكاسب معينة لم يكن قد حصلها من قبل، وعليه أن يحافظ على هذه المكاسب ويوسع قدراته ليحصل على مكاسب أكبر. حتى لو أن الصراع اتجه إلى لا خطوط حمر ولا ضوابط ولا محددات. من البداية لم تكن هناك خطوط حمر. نعم. لم تكن هناك خطوط حمر يقفون عندها. من البداية كان الدم العراقي مسفوح، وكان القتل بالجملة، وكانت التصفيات بالجملة، وكانت الإزاحة بالجملة. لذلك كأنه بذرة هذا الصراع كانت، وليس التنافس. يعني إذا رجعنا من عام 2003 لحد الآن، وأسألك وتسألني ونسأل الجميع، هل كانت هناك برامج طرحت من كل هذه الأحزاب وهذه القوى وهذه الشخصيات في العملية السياسية لما يسمى العراق الجديد،
للازدهار، للتقدم، للبناء، للأعمار، لم تطرح هذه الحقيقة ولم يتنافسوا على هذه الموضوع. والدليل أن العراق من سيء إلى أسوأ طوال هذه 15 سنة. وهذه نقطة مهمة دكتور. نسأل أيضا دكتور عبد الحميد العاني، يعني هذا الصراع السياسي بمعنى التنافس السياسي وهو المحمود كما ذكر دكتور رافع، وهو الذي يجري حقيقة في الحياة الديمقراطية الحقة والحقيقية، هل هذا الصراع أو التنافس له خصوصيته؟ بمعنى أنه مرتبط بخصوصية التجربة الديمقراطية بين قوسين التي وجدت في العراق بعد عام 2003، وبالتالي هذا الصراع متفرد لأنه نابع من تجربة متفردة ربما لها خصوصية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع الضيوف والمشاهدين الكرام. في العالم الذي في البلاد الأنظمة السياسية هنالك دائما نسمع شعار يرفع أنه البلاد فوق كل اعتبار، الوطن فوق كل اعتبار، المواطن فوق كل اعتبار، حتى أنه عندنا في الشريعة الإسلامية هنالك المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في طبعا شروط وفيها تفاصيل كثيرة. لدينا في العالم هنا الأنظمة أو الأحزاب السياسية عموما تحافظ على مكانتها وتثبيت مكانتها في هذه الأنظمة إما بأمرين، واحد من أمرين، إما عبر ما يسمى بالصناديق الاختراع الانتخابات، أي المواطن هو الذي يعطيها مشروعية، وإما بقوة السلاح داخليا وخارجيا. في العالم هنالك ديمقراطيات، ولذلك نجد التنافس على إرضاء المواطن، لأن المواطن هو الذي يختار هؤلاء الساسة، وبالتالي هنالك برامج انتخابية وبرامج عملية كما تساءل عنها قبل قليل الدكتور رافع. أما عندنا في العراق التجربة فريدة من نوعها، لأنه السياسيون حقيقة أمرهم متفردة بالاتجاه الإيجابي أم السلبي، يعني نسأل المواطنين ونسأل العراقيون جميعا اليوم ماذا يقولون عن هذه التجربة الفريدة من نوعها التي أصبح هؤلاء الساسة فيها هم عبارة عن موظفين لدى أصحاب هذا المشروع الأمريكي الإيراني بالتخادم بينهما. ولذا نجد أنه وجود هؤلاء في ثباتهم في هذه المناصب هي بقوة صاحب المشروع، بقوة السلاح، ولذا نجده أن هنا صراعه فيما بينه هو لإرضاء هذا السيد وليس لإرضاء المواطن الذي يختار هؤلاء الساسة عبر ما يسمى بصناديق الانتخاب، وإن كان طبعا تجري بعض المسرحيات لدينا في العراق. لذا إذن ما يجري في العراق من هذا الصراع بين هؤلاء لأنه نابع من أنهم يريد الحفاظ على هذا المنصب بغض النظر، فهو يتقاتل من أجل إرضاء السيد بغض النظر عن الثمن الذي يدفعه، وإن كان المواطن. سنتحدث دكتور الذي هو إذا سمحت لي كثيرة. سنتحدث عن ارتباط هذا الصراع بحالة الاستقطاب التي درجت عليها العملية السياسية وشركائها، الاستقطاب سواء الإقليمي أو الدولي وبالذات إيران وأمريكا. دكتور عبد الحكيم خسرو، مساء الخير في أربيل. أنت الصوت جيد؟ أكو مشكلة بالصوت؟ أنا أسمعكم. طيب، والآن نسمعك بشكل جيد دكتور. هذا الصراع السياسي المزمن ذي العمر الطويل 15 سنة من عمر التحول أو التغيير الديمقراطي في العراق، هل هو حالة طبيعية، جزء طبيعي من تصميم العملية السياسية ويعني بنيتها، وبالتالي هي حالة لابد منها؟ هذا الصراع حالة إيجابية بمعناها التنافسي كما هو الحال في النظم الديمقراطية، ولا يمكن الهروب منها، بل لابد من هذا الصراع بالمعنى التنافسي. هل هو بالمعنى التنافسي أولا؟ يعني مساء الخير، تحية لك أستاذ ماجد ولضيوفك الكرام ولمشاهدي الرافدين. مساء النور. هلا. يعني بالتأكيد المسألة لا تتعلق بالإيجابية والسلبية بقدر ما هي تتعلق بالسياق الاجتماعي والسياق السياسي للدولة العراقية منذ التأسيس، وطبيعة العملية السياسية في مراحل سابقة، وخاصة للفترة الملكية والفترة الجمهورية، ولحين ما وصلنا إلى عام 1991 والانتفاضة اللي
استطاع يعني سيطرة قوات البشمركة على جزء من على إقليم كردستان وعملية التغيير في عام 2003. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه المسائل يجب أن لا نفصل عن السياقات التاريخية للدولة العراقية. كان هناك شعور بالمظلومية على الأقل لدى الكرد في مراحل معينة من التاريخ العراقي، وأيضا شعور بالمظلومية لدى الشيعة وخاصة الأحزاب السياسية الشيعية، ولو كان هناك مبالغة في أحيانا في هذه المسألة، لكن عموما كان هناك بناء وخطاب سياسي. هذا الخطاب السياسي يشير إلى وجود نوع من المظلومية داخل الساحة السياسية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية إلى عملية التغيير، وطبعا بعد انهيار النظام وسيطرة الولايات المتحدة على العملية السياسية في العراق تم إقحام هذا الجمهور وتم إقحام هذه الأطراف السياسية في العملية الديمقراطية بدون وجود انتقالة أو هندسة، أستطيع القول، أو هندسة دستورية للعملية الانتقالية، باعتبار أنه الفترة الانتقالية كانت قصيرة جدا، ودخلنا مباشرة إلى مسألة كتابة الدستور الدائم ووجود أو فرض الدستور الدائم، الدستور الذي لم يطبق. هناك العشرات من المواد الموجودة داخل الدستور لحد الآن لم يطبق هذه المواد، وبالتالي يعني لا يمكن أن نقول بأن العملية السياسية في العراق بعد 2003 كانت عملية سليمة، ولم تتجاوز هذه العملية الأخطاء السابقة في مراحل ما قبل 2003، يعني كانت متشابهة جدا. وأيضا عملية التعاطي مع العملية السياسية والسياسة الإقليمية والسياسة الدولية ومع تطلعات المكونات المختلفة للشعب العراقي كانت هي نفسها، وبالتالي الدولة كانت جائزة، وهذه الجائزة الكل يتصارع عليه. هناك على سبيل المثال أغلبية، أو على الأقل أستطيع القول بأنه تم حتى تزوير الأغلبية أو التلاعب بمسألة الأغلبية في العراق، ووجدنا يعني انحرافات حتى في هذا النظام، خاصة في عام 2010 عندما من خلال ترسيل المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر، وأيضا تحويل العراق إلى دوائر انتخابية متعددة، وتم تحديد مقاعد وفقا لإحصائيات وزارة التجارة وليس للتعداد العام للسكان، وبالتالي أصبح عندك أغلبية داخل البرلمان، وهذه الأغلبية هي لديها توجهات معينة ولديها تطلعات وحتى ارتباطات مع دول إقليمية، وهذا الذي خلق عندنا نوع من الإشكالية الكبيرة في مسألة العملية السياسية، إلى حد وصل أنه يعني بعد 2003 كل التوقعات كانت تشير بأنه سوف لن يحدث هناك صراع بين قوات البيشمركة والجيش العراقي من جديد، وهذه كانت من الماضي، ولكن وجدنا هذا الشيء في أكتوبر الماضي عندما تقدمت قوات الجيش العراقي وأيضا الحشد الشعبي باتجاه إقليم كردستان، ووجدنا هذا الصراع مع الأسف. يعني هذه كلها جزء من أنا أقول يعني أعيد وأختصر هذه المسألة، أنه كان جزء من السياقات السياسية والسياقات العامة للدولة العراقية منذ التأسيس، ولا يمكن أن نفصل عام 2003 أو بعد 2003 عن ماضي. نعم دكتور، الذي جرى في العراق بعد 2003 هذا الصراع أو التطاحن السياسي الموجود ليس وليد لحظة 2003، وإنما له سياق تاريخي مرتبط بتأسيس الدولة العراقية الحديثة من 21 إلى 2003. مرحلة ما بعد 2003 كما يقول دكتور خسرو راكمت هذا الخراب، راكمت هذا الصراع، لكنه جذوره غير مرتبطة باللحظة التاريخية لاحتلال العراق. إذا كنا نتحدث بهذا الشكل، طبعاً أنا لا أريد أن أذهب، يعني لا أريد أن أحترم ما قال الدكتور خسرو، نعم، لكن لا أريد أن أذهب إلى التفاصيل. إذا ذهبنا إلى التفاصيل مثلما ذهب الدكتور في التفاصيل سنجد قضايا كثيرة يضيع علينا الوقت أيضاً ما يسمح. نعم. أريد أن أقول أن العملية السياسية مبدئياً، العملية السياسية الرصينة التي تمتلك مشروعيتها الدستورية والدولية، هي العملية الممثلة لكيانات
لكيان الدولة وليس لمكوناتها. العملية السياسية التي في العراق هي تمثل مكونات وليس لكيان الدولة، هذه النقطة الأولى. نعم. يجب أن ننتبه إلى هذا، هو الإطار العام اللي نتحدث به، أنا لا أذهب إلى التفاصيل. وهذه العملية هي اللي تسعى إلى المساهمة جميع المواطنين، تحقيق الشراكة وليس المشاركة. نحن لدينا مشاركة، تعال فلان حزب وتعال فلان قوى لأنه مصالحي تتفق معه، أريد أشكل كتلة كبيرة، أريد أشكل كتلة صغيرة، أريد أستفاد وأفيد هذه القضية اللي موجودة. فهذا بالإطار العام أنا أتحدث. إذا كان ما قبل 2003 من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 إلى 2003 غير مرضي عنه وفيه أخطاء، وجاءت عام 2003 والحقيقة هو ليس مثالي، فيها أخطاء. نعم نعم نعترف بهذا. نعم. وليس دفاعا عن نظام أو نعم. لا، هناك مسيرة وفيها أخطاء وفيها كوارث. نعم. أيضا، لكن من جاءوا في عام 2003 أعطوا إعلان، قالوا الآن سيبدأ شيء اسمه العراق الجديد. نعم. هذا الماضي كله ارموه في المزابل واتركوه، واتركوا هذا الماضي، نحن جئنا بقوى جديدة، قوى لها تجربة في النضال، الولادة الثانية للعراق. نعم، ولادة. نعم. جديدة. نعم. وهذه القوى يعني مع احترامي للكل، الكردية كانت من عام 91 قد ذهبت بعيدا وهي تعيش لوحدها ولها رعاية خاصة ولها أحزابها وقواها وتمتع مثل ما تحدث الدكتور خسرو، وهذه حقيقة. والقوى الشيعية، الأحزاب الشيعية عاشت خارج البلاد وهي أيضا لديها رعاية دولية ورعاية إقليمية وتدربت على الديمقراطية وتدربت ولديها أفكار ولديها مشروع، وأمريكا جاءت بمشروع كامل متكامل ووضعته على الطاولة والكل سيطبقه ودستور وكلام من هذا النوع. نعم. إذن نحن أمام تجربة جديدة اسمها العراق الجديد. نعم. ما الداعي لأن نذهب إلى الماضي ونأخذ من الماضي ونحمل المسؤولية؟ نعم. الآن خربتوا الماضي، انتهى. نعم. وكثير من رموز الماضي قتلوا وسحلوا وانتهى الماضي، وما استخدم من الماضي هي البنايات الموجودة، الإنجازات الموجودة، الجامعات والبيوت والقصور، بغض النظر ما بني في العهد الملكي والعهد الجمهوري، استخدم أو استعمل لهذه القوى الجديدة وخلص. نعم. وتجربة أخذ منها المفيد واترك السيء. لم يأخذوا لا المفيد ولا السيء، جاءوا بأسوأ مما سبق، جاءوا بالكذب والادعاءات وعملية فساد. سياسية وفساد وعملية سياسية قسمت المجتمع، مزقت المجتمع، هذا سني وهذا كردي وهذا عربي وهذا شيعي وهذا تركماني، وبالتالي وجدنا الحديث عن مكونات غريبة عجيبة، ونتحدث عن مكونات غريبة عجيبة وعن عن 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 طوائف وعن، وإذا بنا نواجه دولة طوائف، دولة طوائف ودولة مكونات تتصارع فيما بينها، والمواطن هو الذي يدفع الثمن، هذه الحقيقة. فمن البداية. نعم. كان الصراع مصمم لأن يكسر ظهر المواطن، ظهر الوطن، هوية الوطن ضاعت في هذا الصراع. ما هي هوية العراق في كل العملية السياسية التي نتحدث عنها، العملية السياسية الرصينة التي تمتلك مشروعيتها الدستورية والدولية واللي هي يعني ممثلة لكيانات، لكيان الدولة وليس لمكوناتها، هي تمثل مكونات. هذا الصراع الذي تفاقم وزالت حدته وأيضا تحول إلى صراع حتى داخل الحزب نفسه وداخل التحالف نفسه، وانعكس في فترة أيضا ما على المجتمع، نقل هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع اجتماعي في بعض مفاصل المفاصل التاريخية. فعلا، إذا سمحت لي بس لدينا فاصل دكتور، قبل الفاصل بس. أي. فقط نقطة، هناك في الماضي من عام 1921 لغاية 2003 صدرت قرارات كثيرة، صدرت مشاريع أنجزت كبيرة، كان على من جاءوا في 2003 أن يرعوا هذه القرارات، أن يرعوا المشاريع بغض النظر عن النظام الفلاني قد عملها النظام. أنت تعمل للعراق، تعمل لبلد، هل ترمي كل هذا في سلة المهملات وتتحدث عن نظام جديد، تتحدث عن شيء جديد ستأتي بما لم يأتي به الأول يعني من سبقوك، وبالتالي تأتي بأسوأ ما يمكن وتحمل الماضي
تبعات قضية كبيرة. يعني أنت لم تستفد من الجوانب الإيجابية في الذي موجود في العراق، ولا أنت نقلت تجربة الدول التي أنت قد عشت فيها في مرحلة من ما خاص الجماعة كلهم عاشوا في الغرب، لم ينقلوا هذه التجربة سواء في الحياة السياسية أو في البزاهة أو التعامل مع المال العام. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة التي تبحث في تفاقم الصراع بين شركاء العملية السياسية وتعدده وتوسعه، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في تفاقم الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني، ومعنا عبر سكايب من أربيل أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد الحكيم خسرو. دكتور عبد الحميد العاني، إلى أي حد ساهمت هذه الصراعات أو النزاعات أو الاحترابات الشخصية والحزبية بين شركاء العملية السياسية، يعني هذه النزاعات الشخصية والحزبية في مفاقمة هذا الصراع المسمى بالصراع السياسي ونزوعه نحو مزيد من الحدة والشراسة وتجاوز حتى الخطوط الأخلاقية والقيمية المبني عليها المجتمع في العراق؟ يعني حقيقة حتى نصل إلى الإجابة على هذا السؤال لابد من أن نقف عند نقطة معينة. طبعا الكل يجمع أن ما يحصل اليوم في العراق هو كارثة، كارثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى على كل الأصعدة بما فيها اللي هي العملية السياسية الحالية وباعتراف المشاركين فيها. لكن ما سبب هذه الكارثة؟ هل هو السبب أخطاء في التنفيذ أم أنه في تصميم المشروع ذاته؟ أشار الدكتور رافع في إلى هذا الأمر بأن هذه العملية هي أساسا قد صممت على قضية المكونات المحاصصة، وبالمناسبة حتى المشاركين هم بهذه العملية هم يعترفون بهذا الأمر أن المحاصصة هي الأساس، أساس البلاء هنا، لكنه هو كلام حق يراد به باطل بالنسبة لهم. إذن الخلل في الأساس هي في تصميمها التي قامت على قضية مكونات ومحاصصة، ثم جاء بعد ذلك هؤلاء المنفذون الأدوات لهذا المشروع، فكان من الطبيعي أن يتنافسوا في البداية فيما بينهم لتثبيت مواقعهم وحصصهم في هذه العملية، لكن تطور هذا التنافس ليصبح صراعا فيما بينهم حد الدم وحد احتراب، وكان في كثير من الأحيان الدم العراقي، الشعب العراقي هو الوسيلة أو هو الضحية ووسيلة لهذا الصراع وتنافسهم وصراعهم فيما بينهم البين هذه الكتل وهذه الأحزاب. فتفاقم الأمر، تفاقم هذا الصراع ليتطور، لأنه كلما تقدم هؤلاء السياسيون الحاليون في إثبات مكانهم لإرضاء صاحب المشروع يحتاج أو يأتي المنافس الآخر، الشريك الآخر، فيقدم أكثر فأكثر. لذا نجد أن هذا الصراع بات يحتاج من كل الأطراف في هذه العملية السياسية إلى تقديم تضحية أكثر
والتضحية مقصود بها ليس تضحية من نفسه وإنما تضحية بالبلد نفسه، فكانت الآثار انعكست على دمائي وأمني ومصلحة البلاد، فأصبحنا اليوم ليست عملية سياسية حقيقية ولا بلاد تسير نحو تطور بل ولا حتى استقرار، وإنما نسير للأسف إلى تراجع، والسبب في ذلك هو صراع هذه الكتل وهذه الأحزاب من أجل مصالحهم الشخصية ومصالحهم الحزبية، ثم بعد ذلك مصالحهم القومية أو المذهبية أو غير ذلك. أما مصلحة الوطن فهي لا وجود لهذا المصطلح لدى هؤلاء، لأنها مستبعدة للأسف من مصطلح على ذكر المصلحة الوطنية، مصلحة الوطن ومصلحة الشعب. الدكتور عبد الحكيم خسرو، حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي الموجودة في العملية السياسية فيما يتعلق بشركائها وأقطابها وخاصة إيران وأمريكا، كيف ساهم هذا الاستقطاب في إدامة هذا الصراع، في تفاقم هذا الصراع وتجاوز كل الخطوط الحمر والضوابط الأخلاقية والمحددات السياسية، يعني حتى وصل القضية إلى التعرض ربما إلى ما يعتبر في العرف في عرف المجتمع العراقي أعراض، كما تحدث هيوة طالباني عن الهوية الدينية لزوجة المرشح الرئاسي فؤاد حسين، مع العلم لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، في إطار التسقيط السياسي. كان مسألة التسقيط السياسي بين في كل العمليات السياسية موجودة وتصل إلى أحيانا إلى مستويات عليا، لكن طبعا إذا كان في هناك قانون وإذا كان هناك محددات من الممكن الحديث عن وجود سقف ربما محدد لعملية التشهير أو عملية التسقيط السياسي للسياسيين بصورة عامة. ما يحدث الآن في العراق تصور بأنه نازل إلى محور الحلقة اليوم والموضوع المهم اللي طرحته جنابك، مسألة الاستقطاب الموجود داخل المجتمع العراقي، وهذا الاستقطاب ليس استقطابا جديدا، استقطاب دكتور اسمح لي إذا سمحت لي ربما هناك سوء فهم، أتحدث عن حالة الاستقطاب الإقليمية والدولية، ارتباط هذه الأحزاب وشركاء العملية السياسية بقوى إقليمية ودولية بالذات إيران وأمريكا، ومساهمة هذين العاملين أو هذين العاملين الإقليمي والدولي في مفاقمة هذا الصراع وديمومته واستمراره، هذا اللي أقصده من السؤال. وأنا أجيب بالكلام لأنه أنت في إطار مجتمع تعددي. نعم. وهذا المجتمع التعددي لم يستطع أن يتكامل أو يندمج في إطار نظام سياسي، ونظام سياسي فعال هذا النظام يستطيع أن يدافع عن جميع مكونات الشعب العراقي أو على الأقل خلق مفهوم الشعب العراقي، وهذا المفهوم اللي فشل الملك فيصل عن الحديث عنه، خاصة عندما قال لا يوجد هناك شعب عراقي، لدينا مجموعة من الكتل البشرية. الآن بعد 3 سنوات راح يمر قرن على الدولة العراقية وما زال هذا الكتل البشرية موجود. دكتور خسرو، دكتور إذا سمحت لي في هذه النقطة، دكتور عبد الحكيم، كل المجتمعات فيها هذا التنوع العرقي والثقافي والديني والمذهبي، لا أعتقد أن هناك بلدا أو مجتمعا صافي بيور، ليس هناك مجتمع بيور. يعني بالضبط أنا أتحدث عن عزيزي، المشكلة في المجتمع التعددي العراقي أنه نشأت هناك أحزاب، هذه الأحزاب لديها صبغة طائفية أو صبغة قومية أو حتى صبغة أيديولوجية، وهذه الأحزاب نشأت على طول التاريخ العراقي، ووجد على سبيل المثال الأحزاب الشيعية كانت أحزاب معارضة وموجودة في إيران وترعاها إيران، وكان لديها ارتباطات مع سوريا وكان لديها ارتباطات مع دول أخرى، كان هناك اليسار العراقي الذي كان لديه ارتباطات مع الاتحاد السوفيتي، الأحزاب السياسية الكردستانية وجزء طبعا الحركة التحرية الكردية كان يحتاج إلى تواصل مع الدول الإقليمية ومع المجتمع الدولي للحصول على الدعم والدفاع النفسي، وحتى الأحزاب الحاكمة في الدولة العراقية كان لديها ارتباطات خارجية، وبالتالي
يعني عندما نتحدث عن هذه الحالة بالتأكيد ستكون هناك نتيجة تحدية، وهذه النتيجة أنه الارتباط سوف يستمر، وطالما لا يوجد هناك نظام سياسي يستطيع أن يجمع كل الفرقاء السياسيين في إطار مشاركة دكتور وطنية. دكتور أنا سمعت لي على ذكر دكتور على ذكر الحصول على الدعم السياسي وما إلى ذلك، هل تعتقد أن أحزاب العملية السياسية بارتباطاتها بصداقاتها بتحالفاتها مع قوى إقليمية أو دولية هي في طور أو في نية توظيف هذه العلاقة لخدمة الوطن وشعبه لخدمة العراق؟ هذا هو السؤال، هل توظفه لخدمة مصالح العراق؟ لا طبعا انا اجيب لك. طبعا هذا انا اتحدث كاكاديمي ومختص في المراحل الانتقاليه. اي نعم، في المجتمعات اللي تمر بمرحله انتقاليه. اذا شفت الاحزاب السياسيه الشيعيه على سبيل المثال، لا استطيع كل الاحزاب، اقول ان معظمها هي ترتبط بربما اهداف اقليميه اوسع من حدود العراق. وبدأنا نسمع عن محور المقاومة والمشاركة في محور المقاومة والتواصل مع سوريا وحزب الله ومن ثم وإيران طبعا، وهذا محور كبير، وبالتالي جزء من أجندات هذه الأحزاب هو في إطار، يعني في إطار ربما أوسع من الدولة العراقية. إذا تحدثت، أنا أتحدث عن الأحزاب الكردستانية، ما زلنا نعتقد، وأنا شخصيا أعتقد أنه ما زال الحركة التحررية الكردية مستمرة، وبالتالي لا يمكن أن ننقلق أو نندمج بصورة كاملة في إطار عملية سياسية إذا لم تكن هناك ضمانات، ولحد الآن لا توجد هذه الضمانات التي من الممكن الحديث عنها، باعتبار أنه طرف يتحدث عن محور مقاومة، طرف آخر اللي هي الـ 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 الأطراف السياسية. دكتور عبد الحكيم، دكتور عبد الحكيم، دكتور اسمح لي، دكتور الذي يطلب ضمانات، الضمانات تطلب قبل أن تنخرط في هذا الإطار في أي مشروع. أنت الآن 15 سنة عمر مشاركتك في هذا المشروع، 15 سنة الآن تطلب ضمانات؟ يعني بالتأكيد هذه خلل كبير. أنا تحدثت أنه العملية السياسية بعد 2003 كانت عملية عرجاء، هذه العملية لم تستطع أن تبني نظام سياسي. أنا تحدثت عن الدستور الدائم، الدستور الدائم لم ينفذ، هناك الكثير من الفترات بالإضافة إلى تنفيذ الدستور كان هناك تشويه، سواء كان بالقوانين أو من خلال قرارات المحكمة الاتحادية أو حتى من خلال التصرفات وسلوك السياسيين. وبالتالي أنا أتحدث أن العملية السياسية وصلنا، يعني خذ النتيجة وثلث أراضي العراق تقع تحت سيطرة تنظيم إرهابي، وهذا التنظيم استطاع أن يسيطر على هذه، طبعا كانت نتيجة للعملية السياسية. 5 ملايين عراقي كان نازح وكان لاجئ، مدن عراقية مدمرة الآن، البنية التحتية حتى في دول لم تصلها على سبيل المثال معارك مثل في مدن مثل البصرة، الآن نسمع بأن هناك انهيار كامل للبنية التحتية في إقليم كردستان، فرض الحصار وصار مواجهة عسكرية. إذن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن عملية وصلت إلى طريق مسدود. الآن هناك فرصة، أنا أقول الآن هناك فرصة. سنؤجل الحديث إذا سمحت لي دكتور، سنتحدث عن أن هناك، هل ما زالت هناك فرصة سانحة لإعادة تقييم هذه التجربة لتحويل هذا الصراع من صراع حزبي وشخصي إلى تنافس سياسي حقيقي لخدمة الدولة والمجتمع؟ دكتور رافع الفلاحي، المشكلة في العراق، يعني هناك من يقول أن المشكلة في العراق كبيرة جدا مع هذه الطبقة السياسية، إذا توافقت هذه الطبقة السياسية هناك ثمن يدفعه المجتمع والدولة في العراق، وإذا اختلفت هذه الطبقة السياسية فيما بينها ستدفع أيضا ثمنا أكبر، يعني وتهشيم المجتمع أيضا، يعني هذا الصراع أو التوافق أدى إلى تهشيم المجتمع، أدى إلى أن العراق يدفع ثمن كبير وتفوته فرص كبيرة في التنمية، في الازدهار، في الرخاء. يعني هذه مشكلة في العراق، توافق أصحاب العملية السياسية مشكلة، اختصموا مشكلة أكبر. يعني أستاذ ماجد أنا أشكرك على هذا السؤال الحقيقة، دعني أجيب بأكثر من نقطة لكي تكون الصورة واضحة. أولا أقول أنه كل القوى والشخصيات، الأحزاب والقوى المشتركة في العملية السياسية
كانت جزء من الفوضى، جزء من خلق الفوضى، وكلها استفادت من الفوضى وحافظت على الفوضى، لأنه في الفوضى كانت حياتها، استخدمت الفوضى، فوضى السياسية، الفوضى الأمنية، فوضى في كل الاتجاهات لزيادة مكاسبها وتوسعها، هذا أولا. وهذا كله كان على حساب الوطن والمواطن. الشيء الثاني، إذا أردنا أن نبسط الأمر بالشكل البسيط جدا جدا، عندما أكون أنا ودكتور عبد الحميد ودكتور خسرو وحضرتك ونمثل أحزابا، ونحن لا نرضى عن وضع معين يخل في المبادئ، يخل بالمواطنة، يخل بالإنسان، يخل بالثروات، ومراضين عن هذا الوضع ونريد أن نغير هذا الوضع، ونذهب إلى قوى، ونحن هذه الأحزاب لدينا مبادئ ولدينا ثوابت ولدينا أطر ثابتة، ونذهب إلى قوى لكي تعيننا على هذا. هل عندما نذهب إلى هذه القوى ننسى هذه المبادئ والاستعمال والتواصل هذا يأتي على أساس المبادئ والوطن؟ نعم. الذي حصل هذا أنه هؤلاء كلهم الذين استعانوا بأمريكا، استعانوا بإيران، استعانوا بكل هذه القوى كأحزاب وكمكونات، استفادوا من هذه القوى، استعملتهم هذه القوى على حساب المبادئ، على حساب الوطن والمبادئ الخاصة بأحزابهم وبقواهم، وعلى حساب مبادئهم الشخصية. نعم. إذن هم جاءوا من البداية أسوأ من الماضي. كيف يمكن أن نثور على الماضي ونحن نستنسخ من الماضي كل أخطاء لكي تكون معنا من البداية ونحملها كإرث ونحملها كواجب طاعة لمن اعتبرناه شريكنا ويساعدنا على الحصول على الحكم؟ إذن نحن طلاب كراسي ولسنا طلاب وطن ومبادئ وقيم. هذا الذي حصل. أريد أن فقط باختصار النقطة الأساسية، لذلك نحن نتحدث أن نقول يعني لا فرصة للتغيير، لا فرصة جديدة. اسمح لي نؤجل هذه. نعم. هذا اللهاث أو السعي وراء المكاسب الشخصية والحزبية والكراسي كما سميت حضرتك، هذا الصراع المرير كيف ترك أثر على الدولة وعلى المجتمع في العراق، على الهوية، على حياة الناس، على الخدمات التي الآن ما صالح للشرف في البصرة ما موجود؟ هل هذه نتيجة هذا الصراع أم أن القضية كما يقول دكتور خسرو مرتبطة بتراكمات تاريخية وأخطاء كارثية؟ أنا يعني عندما أشرت إلى الفوضى قلت كل هذه الأحزاب والقوى استفادت من الفوضى، خلقت هذه الفوضى واستفادت من هذه الفوضى بمساعدة أمريكا اللي سمتها الفوضى الخلاقة، بمساعدة ما أعرف. المهم هذه الفوضى اللي من عام 2003 لحد الآن العراق كوطن يعيش في هذه الفوضى بكل مكوناته. يعني إذا تحدثنا عن مكونات الكرد، إخواننا الكرد يعيشون في هذه الفوضى، عرب يعيشون في هذا، الشيعة، سنة، كراد، مسيحي، كلنا، الوطن كله يعيش في هذه الفوضى، وهذه الفوضى كلفت الوطن كثير من الخسائر، انتهى الوطن بهذه الطريقة، بناء التحتية وهذه. لكن هذه الفوضى جزء من عندها هو ما نتحدث عنه ما يسمى بالفساد. كل هذه القوى فسدت واستغلت الفساد واستعملت الفساد لمكاسبها، للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية اللي أعطيت لها للجلوس على الكرسي. وسأعطي مثالين بسيطين. نعم. في قضية الكهرباء، يعني عندما نتحدث لماذا هؤلاء وصلوا إلى هذا الحد أو أوصل العراق في قضية الكهرباء، أقرأ في تقرير أخير يعني قرأته اليوم، احنا صارفين في العراق 41 باعتراف الدولة 41 مليار دولار، والكهرباء نصف ما يحتاج العراق غير متوفر، يعني نحتاج أن نستورد نصف آخر فقط لإيران. فقط لإيران، لاحظ تبعية هذه القوة، فقط لإيران من عام 2003 لحد الآن احنا مسددين لها 16 مليار دولار استيرادات كهرباء. أنا أسأل يعني 16 مليار دولار، كم محطة توليد كهرباء ممكن أن تعمل إذا كانت هذه الأحزاب لديها مبادئ ولديها فكر ولديها تطلع ومجاية من أجل الكراسي؟ 16 مليار. هذا المثال الأول. المثال الثاني، الفوضى الأمنية والناس تقتل وإذا بهم يذهبون إلى استيراد أجهزة لكشف المتفجرات، يستوردون أجهزة ب 200 مليون دولار وأكثر من هذا المبلغ، رجعوا استوردوا ب 800 مليون من شركة وهمية في بريطانيا
الجهاز هذا مخصص لكرات لعبة الجولف. نعم. لكن جابوه على أساس هذا الجهاز، ومع ذلك الجهاز سعره $25 بالسوق، الجهاز سجله $16,000 على المواطن العراقي، وهذا كله من رصيد المواطن العراقي. فبالتالي أنا جبت هذه المثال يعني بسيطة. نعم. نعم. أريد أقول إنه هذا المواطن إذا كانت ثرواته بيد هذه الأحزاب وهذه القوى بهذا الشكل ينظرون إليه، حياته وأمنه واستقراره ومسيرته وخدمات ينظرون إليها بهذا الشكل، كيف يمكن أن يكون صراع من أجل هذه الأموال، من أجل هذا الفساد، من أجل هذا الخراب؟ وبالتالي المجتمع أخذ زمام المبادرة الآن بيده عبر حراك شعبي، عبر تظاهرات شعبية اتسمت حتى بالشراسة والعنف. دكتور عبد الحميد العاني، هذه الرسائل الشعبية أو المجتمعية المرسلة إلى الطبقة السياسية عبر التظاهرات، وخاصة هذه التظاهرات التي جرت في البصرة بشكل شرس وعنيف، هل تعتقد أنها استلمت من الطبقة السياسية؟ قرأت جيدا؟ وعيت جيدا؟ يعني وبالتالي هناك فرصة للعدول عن هذا النهج المستمر منذ 15 سنة؟ نرجع على أساس الفلسفة التي قامت عليها هذه الأحزاب وهؤلاء المشاركون، وهو أنه ليس لديهم هم ولا مبالاة بالشعب العراقي، ولذلك نجد حتى لا يوجد معالجة حقيقية لكل المشاكل السابقة، ولا حتى لعملية المقاطعة التي هي كارثة، ولا لهذه التظاهرات التي هي ليست المرة الأولى وإنما متكررة. فهؤلاء لا يهمهم لا سمعتهم التي هم يعني حصلوا هؤلاء السياسيون على شهادة يعني فساد وفشل سياسي بجدارة، ولكن مع ذلك لا يهمهم هذا، لأن الذي يهمهم هو ما جنوه من مكاسب مادية من السحت على حساب اقتصاد العراق الذي دمروا اقتصاده وأمنه، تاريخه وحاضره ومستقبله. نعم. والمجني عليه هو الشعب العراقي بكل أسف. دكتور، فلا هم لهم بهذا كله. أشكرك. دكتور عبد الحكيم خسرو، بما أنه دكتور عبد الحميد العاني غير متفائل فيما يجري في العراق والعملية السياسية، أنت تعتقد أنه لا زالت هناك فرصة سانحة ومؤاتية أمام شركاء العملية السياسية، خاصة بعد هذا ردة الفعل الشعبية العنيفة عبر التظاهرات التي جرت في البصرة وغير البصرة، لتحويل هذا الصراع الشخصي والحزبي العبثي غير النافع للمجتمع إلى ما أسميته أو أسموه الأساتذة تنافس سياسي حقيقي في خدمة الدولة والمجتمع، والعدول عن هذا المسار أو المنهج الذي ساروا فيه منذ 2003 إلى اليوم؟ ثمت فرصة؟ يعني بالتأكيد عندنا مشكلة دوامة الصراعات في العراق، هذه الدوامة مستمرة لحد اليوم، وهناك عوامل كثيرة تغذي هذه الدوامة وتغذي الصراعات. هناك خلل بنيوي في العملية السياسية وفي ترتيبة ربما العملية السياسية بصورة عامة. الآن في فرصة، أنا أقول أنه في فرصة، طالما الكل يعتقد أنه في خلل، في أخطاء، وهذه الأخطاء يجب أن يتم التعامل معها، في فرصة من خلال تشكيل النظام السياسي الآن والسلطات الاتحادية وفق أسلوب الشراكة الحقيقية، وجود رؤية حقيقية لدى الأطراف السياسية. هذه الرؤية تتمثل بإنهاء هل ثمة مؤشرات دكتور؟ عوامل هذه الصراع. هل ثمة مؤشرات على هذا الطرح الذي تتقدم به حضرتك، مؤشرات عملية على أرض الواقع تراها؟ لا، أنا على الأقل إذا يعني كمراقب للعملية السياسية في إقليم كردستان، أنا أجد بأن هناك رؤية في إقليم كردستان. نعم. وخاصة من القوى الرئيسية، خاصة من الحزب الديمقراطي الثاني كاك مشعود، أنه يجب أن ندخل في إطار شراكة حقيقية وأن ننهي الملفات التي تؤدي إلى الصراعات، بالإضافة إلى وجود ربما السائرون والتيار. أشكرك دكتور. أعتذر، ما عندك دكتور عبد الحكيم خسرو، لأن الوقت انتهى والمخرج يلح علي بقضية إنهاء الحلقة. شكرا جزيلا دكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية، كان معنا عبر سكايب من أربيل. شكرا للدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، في هذه الحلقة التي بحثت في تفاقم الصراع بين شركاء العملية السياسية وتبعاته وارتداداته على الدولة والمجتمع والهوية الوطنية في العراق. نتوقف عند هذا الفاصل، ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع إليه من خلاصة النقاش.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. دكتور، ما دام ليست ثمة أمل أو بصيص أمل في أن ينتهي هذا الصراع السياسي العبثي حزبي وشخصي في العراق المستمر منذ 15 سنة والذي أودى بالبلد والمجتمع إلى هذه الحالة التي موجودة الآن في العراق، وكما جرى النقاش في هذه الحلقة، هل من سبيل إذن للخروج لإخراج البلد والمجتمع من أتون هذا الصراع ما دام أهل الصراع غير مستعدين لإنهاء هذا الصراع الذي جرى الكثير من الخراب على البلد؟ هل من سبيل آخر؟ طبعا السبيل موجود الحقيقة، لكن أريد أن أقول يعني بشكل سريع كخلاصة لما تحدثنا عنه، هؤلاء الذين يتصارعون يتحدثون عن أنه هذا جزء من الديمقراطية، هذه الكارثة الكبيرة، يريدون أن يقنعوا الناس والشعب والعالم أن ما يحصل بينهم من صراع، ووصل هذا الصراع إلى داخل المكونات الصغيرة، إلى داخل المكونات الفئوية الصغيرة. الآن الصراع داخلهم، السنة، سنة العملية السياسية تصارعون فيما بينهم وتشرذموا إلى 100، الصراع يتناسل وينشط، حزب الدعوة كذا، وحتى القوى الكردية التي كانوا يقولون أننا يعني كتلة واحدة وفكر واحد، الآن مقدمين 21 مرشح لرئاسة الجمهورية. هذا كله يدل على أنه الوضع غير طبيعي، الآن وصلنا إلى حالة من التفجر. الآن كل القوى هذه تريد لنفسها أن القوة والمكاسب والاتساع والسيطرة، وهذا سيؤدي بهم إلى الهاوية، وهو ذهب إلى الهاوية، لكن قبل الهاوية سيؤدي بالعراق إلى الهاوية ويدفع العراق إلى الهاوية. هؤلاء يبحثون عن مكاسبهم، فبالتالي من يغير هذا الوضع، من يوقف هذا الصراع، هو شعب العراق الذي الآن الصورة واضحة، الإطار واضح، هذه العملية الذي السياسية الذي لم يكن له أي مصلحة في هذا الصراع، في كل هذا الصراع لم يكن له مصلحة، ويعرف أنه هذا الصراع على حساب دمه وعلى حساب حاضره ومستقبله وثروات بلده وهوية بلده التي يعني الآن سقطت بالأرض من عام 2003 الآن ويدوسوها بأقدامهم. شكرا دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.